مشاهدي ومتتبعي موقع اميرو 24، مرحبا بكم من واحة مرزوقة بإقليم رشيدية، واحة جميلة تحظى باهتمام وقدوم مجموعة من السياح المغاربة والأجانب نظرا للعلاجات الصحية والطبية وأيضا المناظر الخلابة التي تسخر بها المنطقة. انتقل فريق العمل إلى مرزوقة وأعد لكم الروبورتاج التالي. سيمبارك العروسي، مرحبا بك في على موقع اميرو 24. مرحبا ودي سيدي، مرحبا بكم عندنا في مرزوقه في المنطقه. وهاد المنطقه كما عرفتوا كيجيو السواح من الاجانب ومن الداخل، كيجيو يتمروا هنايا في الرمله، كيجيو يديروا الرمله، وهذا هي لا سيزون ديالهم. كيجيو بالزايد كيحفروا الحفره مع ديك 8 الصباح، كيخليوها حتى ل 12 العشيه، كيردمو تما. كاين بزاف الناس اللي كيجيو من اي جهه في المغرب. نعم، اذا السي مبارك، يعني شنو يمكن لك تقولنا، يعني شكون هما يعني السياح اللي كيجيو مثلا كثر؟ واش مثلا المغاربه ولا الاجانب؟ هاد لا سيزون هادي في ليتي، في الصيف عندنا 3 شهور د الصيف كاينين المغاربه بزاف في الداخل، وفي الشتاء عندنا اكثر الاجانب. نعم. الاجانب الاخرين. نعم، يعني واش يعني كاين شي مثلا المنتوج ديالكم، يعني واش كيتروج مثلا على برا باش عرفوا بانه كاين واحه جميله مثل هذه الواحه في المغرب، او يعني كيكونوا مثلا رحلات منظمه وعلى اثرها يعني كيجيو الناس مثلا يزوروا هذه المنطقه هذه؟ كاينين الناس اللي كيجيو على اساس يديروا الجمال ويجيو يديروا لي زاكتيفيتي بحال الكاتكات، الجمال، لي كواد، لي بوغي، بحال هكا، ولا يتباتوا في الرمل بحال الرحال. كيعجبوهم بحال هاد الخيام، بحال كي كتشوف كيعجبوهم يباتوا في الخيمه، يذوقوا واحد الحياه طبيعيه ديال الصحراء. نعم. وياكلوا التمر ويشربوا اتاي ديال الصحراوة والعافيه والموسيقى، وهذا الشيء اللي كيعجبهم، اللي كياتيرهم، ويشوفوا النجوم نقار الشمس وغروب الشمس. هادو هما الاساس اللي عندنا كاع حنايا، كيجيو موراهم هاد الاجانب. اذا سي ابراهيم، يعني زرناك في الفندق ديالك تاك جوت،
تاكوست تاكوست زرناك وشفنا يعني لوحات فنيه، لقينا يعني مسائل تقليديه عندك، يعني كالطاولات كالكراسة كالزربي. يعني قلنا يعني فوقاش انت بديت هذا المهنه هذه، وكيفاش يعني انك وليت يعني خبير يعني كما نقولوا في يعني في الترويج للمنتوج ديالك. هذه المهنه هذه دخلتها كنت مرافق للسياح في المنطقه، وفي الاول كنت خدام في واحد المحل مع واحد السيد، ومن تما خديت فكره ندير ديالي، لان عندي موقع استراتيجيك في المنطقه ديال المرزوقه، ومن تما بديت وكنقلب وبشويه تلاقيت مع واحد الناس بحال وجوهكم الناس فرنساويين، وشاركنا وما عطاو لا كونستروكسيون، وانا عطيت لو تيران ودرنا 50-50. هادشي باش واللغه حتى هي كتساعد. نعم يعني هذيك اللغه البارح كنا درنا واحد دردشه يعني بيني وبينك، قلت لي يعني عندك 9 لغات. وي سي فري كاينين، كنهضروا عربيه فرونسي سبليون طاليان الالمان انجليز وبرتغال، هادشي اللي كنتناقشوا معاهم وكانت اللي كنسمعوها كنغرافيوها. ديما احنا هذه هي المدرسه ديالنا في الصحراء. يعني 9 لغات يعني باتقان كتقنها. كنتقنوها وكان ايسيو دابا نكتبوها كاع ماشي غير ونقراوها. نعم. والغريب في الامر يعني ان يعني السكان ديال هذه المنطقه هذه ديال الجنوب، يعني الجنوب الشرقي ديال الرشيديه وبرزوقه، يعني اعطاهم الله واحد الهبه انهم يعني كيهضروا اللغات. واش هذا الشيء يعني تعلمته غير في الحياه العامه ولا في المدرسه؟ هذه من عند الله، جا هذه المعجزه من عند الله. كتلقى الدري كيهضر 4 لغات 5، تلقى الدري ما عمره دخل المدرسه وكيهضر اليابانيه مزيان. نعم. وكاينين هنايا الدراري تبارك الله خفاف في العقول ديالهم، وكيخدامين على ريوسهم وكيهضروا اي لغه اللي بغيت. الحمد لله. الحمد لله. يعني هذا الشيء كيسهل يعني بالتعامل يعني التواصل مع الاجانب، وانك يعني كتبغي كتوصل داك الشيء بشكل سليم الفكره لهم. سي مبارك، يعني كاي قطاع يعني كيعرف فيه نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه. نقاط ايجابيه كما قلت لنا، يعني كاين مناظر خلابه هنايا، السياح كيبغيو يعيشوا هذيك الحياه البدائيه، الحياة الطبيعية، أنهم ينعزلوا يبعدوا على الكهرباء، يبعدوا على وسائل الاتصال اللي كاينة دابا. لو سيلونس. نعم. يعني عندنا 3 كاتيجوري ديال السياحة، كاينة ديال لي كواد لي بوغي وهذا الشيء، وكاينة عاود واحد السياحة اللي كتجي دير غير اليوغا ولي ميديتاسيون بحال هذا الشيء، لأن عياو من داك لا ستريس اللي عندهم ليه. نعم. لا ستريس ديال لو ترافاي وهذا الشيء والعمل، كيجيو هنا يرتاحوا ويخويو عقولهم شويه من داك لا ستريس. نعم. هذا الشيء اللي كيديروه حنا كنضبطيوهم لهذه الحياه اللي عندنا في المنطقه. في المنطقه. نعم. فوالا. وكما قلت يعني كاين نقاط سلبيه، مثلا شنو ناقصكم؟ شنو خاصكم باش ان هذا المنتوج هذا يعني وصل واحد النيفو عالي، واحد المستوى عالي جدا؟ ايوا كنتمناو من المسؤولين يشوفوا حالنا. راك عارف هاد لي بيفواك هادو كاينين دابا اللي دايرين، اللي خلى الفلوس ديالو غير في هاد الشيء، لان حنا بغينا نشجعوا هاد السياح هادي، هما اللي كيطلبوا لنا ما بغاوش لي زوتيل، كيجي كيحط الطوموبيل ديالو كيدخل للرمل يجي يبات في الخيمه. نعم. ما بغاش لوتيل، كيجي يهز الجمل كيجي للخيمه. الوغ خصنا حنا نهتموا بهذا الخيام، نعطيو لهم القيمه ونقدوهم، لان تما كينعس الاجنبي كيرتاح وكيرتاح، تما كيتعشى تما كيفطر، عاد كيدخل لوطيل. اش كيدير في لوطيل؟ كيشرب اتاي ويدوش ويمشي. نعم. الور عندنا المهم هو الخيام، خصهم يكونوا نقيين وخصو داك الشيء يكون معتبر. نعم. نعم. يعني سي مبارك ما سقيناش بيك، وكنشكرك جزيلا يعني على حسن الضيافه حسن الترحاب. وكما قلت الجمهور ديال اميغو سي مبارك يعني عنده فندق رائع، يعني جهزوا بكل ما تتطلبه الحياه من اسره يعني مناسبه، وحتى لاكليم كاينه لان الحراره كما شفنا راه وصلت 50. غادي نخليوك باش تقول واحد الكلمه للجمهور وكاع السياح اللي بغاو يزوروا مرزوقه، وخصوصا الفندق ديالكم. مرحبا بكم في مرزوقه،
اللي جا مرحبا به في ألف ألف مرحبا على الراس والعين كما كيقولوا في المنطقة على الراس والعين. مرحبا. إذن جمهور إميغو 24 كما شفتوا كنا في منطقة جميلة، كنصحكم بأنكم تزوروها، منطقة أنك تنسيكم يعني هموم الحياة والمشقة والتعب. نضرب لكم موعدا في حلقة جديدة بإذن الله. شكرا جزيلا.